اهلا بكم مع مهند من اكسيد 050-516-3525. اليوم عندنا سيارتين، هنشوف اول واحده هي المات جراي الار اكس موديل 25، بس اللي هنتكلم عنها اليوم هي الار اكس البريستيج موديل 25، 4 سلندر توربو 261 حصان 400 ترك 8 سرعات جير اوتوماتيك، رنجات 20، رادار امامي، تنبيه الخروج عن الحارات والنقاط العامله اللي على المرايات وتبريد وتسخين في الكراسي الاماميه والخلفيه، مساج عند السائق والراكب كمان. تعالوا نشوف الداخليه بتاعت السياره. السياره كلها جلد، من حتى السقف كله كانتارا. السياره ما شاء الله احلى ديزاين واحلى الوان وتناسق الالوان زي ما شايفين هنا. طبعا التخشيب بيبان على التابلو. عندك هنا الساده فيها تبريد او تهويه، مساج عند الراكب ومساج عند السائق، الاثنين هيتعمل لهم مساج وهم على الطريق. يلا بينا نشوف قياس وحجم الدبه الخلفيه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله من اكبر الدبات واكبر الخلفيات للسيارات اللي في الحجم ده. ماكينه 4 سلندر 2 لتر توربو. زي ما انت شايف عندك الستاره الخلفيه عند الشباك الخلفي، وعندك هنا صرفيه البترول اكسلنت ممتاز، اللتر الواحد يمشي 15.3. اتصلوا علينا 050-516-3525، مهند مدير مبيعات وكاله اكسيد على كورنيش ابو ظبي، واهلا بكم.